طالب القيادي في لجنة الاعتصام السلمي علي سعد قوات الاحتلال السعودي بالرحيل الفوري عن مطار الغيضة والمنافذ والموانئ، كما دعا أبناء المهرة للوقوف مع لجنة الاعتصام لطرد الاستعمار من المحافظة. نوجه رسالة أولى إلى الاحتلال السعودي أن يرحل من المطار الدولي بالغيضة ومن المنافذ البرية ومين نشطون ومين نشطون، عليه أن يرحل فورا. هذه رسالتنا. الرسالة الثانية نشد على لجنة الاعتصام والأحرار أن يوقفوا وأن يستمروا، ونؤكد الاستمرار لمناهضة الاحتلال البريطاني والاحتلال السعودي. نوجه رسالتنا الأخيرة إلى أخواننا الذين لا زالوا منحرفين عن مسارهم، وعليهم أن يصحوا، وعليهم أن يصحوا، نقول لهم أن يصحوا، بأن العمالة والخيانة لها حدود. يجب أن يتراجعوا عن موقفهم وأن يوقفوا مع أخوانهم في لجنة الاعتصام ومع الأحرار، أن يكونوا يدا بيد من أجل طرد الاستعمار وطرد الاحتلال، لأن الوضع خطير والاستعمار هو أخطر من هذا الوضع. سنواجه التحدي بالتحدي إن شاء الله نحن الأحرار في محافظة المهرة.